عشر اجتمعت فيها كل أنواع العبادة، اجتمع فيها الحج، واجتمع فيها الأضحية وهو الذبح وإراقة الدم إلى الله، واجتمع فيها الصيام وذلك بصيام يوم عرفة الذي يكفر سنتين ماضية وقادمة، واجتمع فيها الذكر ولذلك قال اذكر الله في أيام معدودات، واجتمعت فيها كل الأعمال، عشان كذا أصبحت عظيمة. لا يجتمع في أي أيام الأعمال الصالحة مثل ما تجتمع في العشر القادمة. فهل سيرى الله منا اهتماما؟ هل فعلا سنتغير؟ أكثر من ذكر الله يا إخوة، أكثر من الطاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر، ثم قال فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. دوما قلها ليلا نهارا صبحا في سيارتك وأن تمشي، بينك وبين نفسك كبر، لأن الله يحب التكبير في هذه الأيام. أكثر من الاستغفار والتهليل، الذكر، الذكر يا إخوة. يعني خذ هذا الموقف، تقابل نبيان في السماء، إبراهيم الخليل خليل الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. هل هناك أعظم من هذين الاثنين؟ ثم إبراهيم يوصي رسول الله ويقول أقرئ أمتك مني السلام، أي أنه يسلم علي وعليك وعلى كل الأمة، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أتعجز أن تغرس أربعة أشجار في الجنة في أقل من دقيقة؟ الآن أنا غرست أربعة أشجار في الجنة بهذه الكلمة. هل هذا صعب؟ أكثر من الذكر. هذه الأيام القادمة اجعل لك فيها صدقة، ابحث عن النفحات كما قلنا، صل رحمك، صل والديك، تصدق على مسكين، صم. فالأيام الفاضلة، الصوم، من صام يوما لله باعده الله بينه وبين النار 70 خريفا، هذا في غير العشر، فما بالك بالعشر. فإذا تستطيع أن تصوم صم، فالصيام عمل فاضل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الصيام في العشر، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها ضحي، إنو الأضحية، إنو العمل الصالح، النية، إنو يا أخوان النية. ماذا يقول الله؟ إذا هم عبدي، هم يعني نوى بالحسنة فعملها اكتبوها عشر، فإن لم يعملها اكتبوها حسنة. أنت لست بخاسر، إنو أنك تصوم، إنو أنك تحج، إنو أنك تتصدق، إنو، فإن عملت أخذت 10 حسنات، وإن لم تعمل أخذت حسنة. هل 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 هذا صعب؟ الآن وانت جالس قل الآن أنوي أزور والدي، الآن أنوي أتصدق، الآن أنوي أن أفعل، واصدق في النية، ستبلغ ما لا يبلغه أحيانا عملك الذي تقدم. إنو الخير؟